السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. صاحب المعالي الأخ العزيز محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية، أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، حضرات السادة والسيدات، شرف غامر أن أتحدث إليكم في هذا الحفل الكبير الذي يقام بمناسبة اختتام احتفالية تونس عاصمة للثقافة الإسلامية عن المنطقة العربية. وأود أن نشيد بالعناية الفائقة التي أولتها الحكومة التونسية ممثلة بوزارة الشؤون الثقافية لبرنامج الأنشطة التي نفذت في إطار هذه الاحتفالية، والتي تنوعت في موضوعاتها وتميزت بنتائجها. وقد كان من أبرزها المؤتمر الإسلامي 11 لوزراء الثقافة الذي عقد برعاية سامية من سيادة الأستاذ قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، واختتم أشغاله هذا المساء وكان ناجحاً على المستويات كافة. أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، إن الإيسسكو من خلال إطلاقها لبرنامج عواصم الثقافة في العالم الإسلامي واختيار مكة المكرمة سنة 2005 كأول عاصمة للثقافة لتدشين هذا المشروع الحضاري الكبير، كانت تهدف إلى تعزيز العمل الثقافي المشترك والتنمية الثقافية بين الدول وتحقيق الإشعاع الحضاري والريادة الحضارية بين الأمم الأخرى وتصدير الثقافة الإسلامية التنويرية. وقد اتضحت الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج الحضاري الكبير، حيث أضحى رافداً أساسياً للدول الأعضاء من أجل إبراز المنجز الحضاري والاعتزاز بالانتماء للعالم الإسلامي. وقد كان التخطيط الاستراتيجي المحكم الذي قامت به الإيسسكو لمواكبة العواصم المحتفى بها في تنفيذ البرامج وتحديد المعايير الدقيقة وتوفير الخبرة اللازمة واختيار الأنشطة الملائمة عاملاً حاسماً في نجاح مختلف الدورات التي تم فيها الاحتفاء بتلك العواصم وإبراز قيمتها التاريخية ومساهمة إعلامها وأدبائها في البناء الحضاري العام. وضمن هذا الإطار جاء اختيار مدينة تونس عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي سنة 2019 عن المنطقة العربية، اعترافاً برصيدها الثقافي ومساهمتها الحضارية بفضل ما تحتضنه من صروح ومعالم ثقافية ودينية شاهدة على عراقتها وأصالة شعبها وإرثها الإنساني، وتجهيزاتها الثقافية أهلتها لكي تحظى بهذه المكانة المتميزة على المستوى العالمي. فعلى امتداد عام كامل من العمل الجاد الحافل بالإنجازات، عقدت الإيسسكو وشاركت في تنفيذ عشرات الأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية التي جسدت المكانة المرموقة التي تتمتع بها مدينة تونس في تاريخ الحضارة الإسلامية والإنسانية. فمن تونس الخضراء هذه الحاضرة انطلقت مشاعر الثقافة والتنوير التي شعت بنورها في شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، وامتد ذلك إلى الأندلس والبحر الأبيض المتوسط، وخرجت فطاحل العلماء في معلمتها العريقة جامع الزيتون الذي كان وجهة يؤمه الطلاب الذي كان وجهة يؤمها طلاب العلم والعلماء من كل مكان، وأسهم في إغناء الحياة الفكرية والثقافية طيلة قرون، ولا زال يقوم بهذه الأدوار الطلائعية إلى يومنا هذا. فلا تذكر تونس إلا ويذكر جامع الزيتون، ولا يمر ذكر علم من أعلام هذه البلاد إلا وقرن اسمه باسم هذا الجامع العريق. في ختام هذه الكلمة أذكر بأننا أمام تحديات وتحولات ثقافية رقمية كبيرة لا بد لنا من مواكبتها والتعامل معها والاستثمار في الدبلوماسية الثقافية وتثمين الرأسمال الثقافي وتصدير ثقافتنا التنويرية. وخير مثال على ذلك عزمنا على ترميم بيت العلامة ابن خلدون في مدينة تونس والعمل على توفير الموارد المادية اللازمة.
أصحاب المعالي والسعادة الضيوف الكرام، أجدد الشكر لسيادة الرئيس وإلى رئيس الحكومة وشعب تونس العريق على استضافة الدورة 11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة، والشكر الكبير لمعالي الأخ النبيل الدكتور محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية ولمعاونيه على الجهود الجبارة والمقدرة من أجل حسن الإعداد والتنظيم كما تجسد في هذه الاحتفالية الجميلة الناجحة بحضور الوفود المشاركة في المؤتمر. وأختتم بهذه الأبيات التي نظمتها محبة لهذا البلد الجميل، فأقول: تونس الخضراء يا بيت الوفاء، أرضك الخصبة مفتاح العطاء، تتعالين شموخا فائقا كشعاع الشمس مصباح البهاء، كم بنى شعبك تاريخا لنا يتجلى نوره عالي الضياء، بين كل العرب أنت درة صاغها الرحمن من فوق السماء، هكذا تبدينا نبراسا سما منبع الطيب وعنوان الوفاء. عاشت تونس عاصمة للثقافة ودامت رمزا للحضارة، والسلام عليكم ورحمة الله.